الآن رح ناخذ أيضا هذا النظام ونشوف نطلع له المجاهيل لدى هذه المعادلتين. فإحنا عندنا هنا ثلاث معادلتين وثلاث مجاهيل. خلينا نشوف نقدر نحصل على هذا الشيء لو لا. خلينا أيضا نعوض عن كوفيشنت هذا. هاي شوف هاي اثنين، هاي اثنين وواحد هنا، هذا واحد ناقص واحد ناقص واحد، واحد واحد واحد، هذا واحد واحد، هذا الكوفيشنت اي 1 اي 1 2 اي 2 3 عفوا اي 2 3 نعم. هنا بي 1 ناقص واحد، بي 2 3. شو نسوي؟ نحاول هذا نخليه واحد. شلون نخليه واحد؟ انت بس ذاكت تسوي ابريشن على هذا، تطرح هذا من هذا، يعني هذا هذا تقول ار 1 ناقص ار 2 او ريبليس مباشره. ودك تسوي ريبليس؟ اي بالضبط، ممكن تطرح هذا ما في مشكله او ريبليس بدلت. اوكي هسه اريد اخلي هذا صفر. شلون اخلي صفر؟ ناقص ال R1 to R2 يعني R1 هذا تضربه في 2 ناقصه تضربه في ناقص 2 وتجمع حسب صفر هاي مباشرة. خلاص هسه هذا تعتبر على اول واحد بس، ناقص ال R1 to R2 فتقول ناقصا واحد ناقص اثنين ناقصا واحد ناقص ثلاثة. اوكي ممتاز. ناقصا واحد زائدا واحد ناقصا اثنين عفوا ناقص اثنين زائدا واحد ناقص واحد ناقصا ستة ناقصا واحد ناقص سبعة. هسه اريد اخلي هذا صفر. ليش خلي صفر؟ هي صفر لانه على مود اذا خليته صفر عفوا خلي واحد مو صفر. ليش واحد؟ انه الدايجونال هذا قطور يكون لازم كله واحد. طيب شلون اخلي واحد هذا؟ قسم على ناقص ثلاثة مباشرة يصير واحد. فصفر على ناقص ثلاثة صفر، ناقص ثلاثة على ناقص ثلاثة واحد، ناقص واحد على ناقص ثلاثة يطلع لي عفوا انتظر انتظر ايه ناقص ايه يعني على ثلاثة قصدي يعني يصير ثلث ناقص سبعة في ناقص ثلث سبعة ثلاثة. اوكي خلصنا تبقى عندي هذا الجنب. هذا ايضا اريد اخليه هذا سبعة انت هذا المفروض هذا خلي صفر وهذا صفر. ليش؟ على مود تخلص من الاكس 2 والاكس 3. فشلون تخلي هذا صفر؟ تطرح هذا من هذا شوف هذا من هذا بس على الشرط اللي تطرحه انت اللي تغير عليه تغير عليه هو تطلع الناتج مالته. واللي تريد يعني تستخدم التغيير اللي هو ار 2 هنا تبقيه كما هو. توقيت هنا ار 2 كما هو شوف اوكي كما هو ما تغير. هاي أول خطوة بقي كما هو. الشغل وين حيصير؟ التغيير حيصير على هذا على حسب على R1. ف ناقصا صفر واحد يبقى واحد، ناقصا واحد واحد يطلع صفر، ناقصا ثلث بواحد يصير اثنين على ثلاثة، ناقصا سبعة على ثلاثة بثلاثة. ثلاثة شنو معناته؟ معناته يعني اثنين على ثلاثة هذه تطلع يعني سبعة على ثلاثة. سبعة على ثلاثة انجيد يعني يعني عبارة عن واحد ثلث يعني ستة يعني ستة على ثلاثة تصير اثنين سبعة على ثلاثة
7 3 يعني على المستوى 3 ناقص 7 3 قد يصير اوكي على المستوى 3 3 هاي الفريق البسيط هي عندنا رقم هو سبعة ثلاثة هناك عندكم كده ثلاثة سبعة ثلاثة هنا ثلاثة ثلاثة تسعة ناقص سبعة يروحي اثنين واضح ايضا نفس الشيء ناقص سبعة ثلاثة وهي ثلاثة ثلاثة والثلث ناقص واحد يعني واحد معناته ثلاثة على ثلاثة يطلع اثنين على ثلاثة نفس الشيء هسه ايش عندك سيستم هذا ثاني سيستم اكس 1 راحت الصفر هنا اكس 1 هاي ليش انه عندي واحد اكس 2 راحت ليش انه عندي اثنين صفر اثنين على ثلاثة زائد اثنين على ثلاثة اكس 2 انا عندي اكس 1 صفر فقط اكس 2 زائد ثلث اكس 3 يساوي سبعة على ثلاثة كل ثلث السيستم يا ستوي فوق اوكي فايش راح نقول؟ نقول احنا نفرض اف اكس 3 هذه يساوي هسه شو نقول؟ انه نفرض اكس 3 يساوي 3 اي طبعا اي هو اي رقم انه هذا اي رقم بس اضربه في 3 اضربه في 3 على مود اختصر ويا 1 على 3 اوكي من هذا فاكس 2 هذه وهنا عندنا اكس 3 3 اي 1 على 3 يطلع لي اي فاكس 2 يساوي اي ويساوي 7 على 3 اذا يساوي 7 على 3 ناقص هاي اكس 2 خلاص نعرف تعوض اكس 2 دي حصلناها وين اكس 2 هاي حصلنا اكس 2 7 ناقص اي زين اكس 3 هي موقع اكس 1 تعوضها هاي اكس اكس 2 الاكس 3 هي 3 اي تروح تصير 2 اي و 2 على 3 هاي يطلع اكس 1 هاي يطلع اكس 1 اذا اصبح السوليوشن هو اكس 1 اكس 2 مال هذا الفوق هذا هو هذا يعني نقدر نحصل احنا المعادلتين نحصل لينير يعني نير كويشن تو نير كويشن نقدر نحصل ثلاث مجاهيل مو كنا سابقا اذا ثلاث مجاهيل عندك معادله لا نقدر نحصل من المعادلتين ثلاث مجاهيل شوف شلون ماتس فايتنا شوف شلون ايش شلون فورم شلون فايتنا رو شلون فورم اذا سولوشن الى ليش انفينيت سولوشن ليش لانه هو ان اي نغير كنا نغير قيمه اي تعطيها اي مثلا واحد هنا حيطلعها تعطيها اي اثنين تطلعها اي انفينيت تطلعها واضح the system is consist ليش consist لأنه infinite number of solution is consist خلاص هذا بيجي بالفيديو الآخر بتم مصفوف المحددات